كثيرة هي التظاهرات التي عاشها العراق في تاريخه المعاصر، إلا أنها اليوم تختلف في جوهرها وأهدافها ولإطالة أمدها لحين تحقيق ما يصب المتظاهرون إليه. لم تتوقف المبادرات الإنسانية والاجتماعية، فجماعة تطهو الطعام وأخرى تطوعت لحلاقة شعر المتظاهرين بنحو يظهر مدى التكاتف والألفة والتعاون فيما بين أبناء البلد الواحد. تركيب للمتظاهرين، يوم يسوي سمش وتمن أحمر، يوم يسوي برياني، يوم يسوي قاص، بس أكثر شيء يسوي سمش وتمن أحمر. يعني هاي من بداية الأحداث ولحد الآن، وللمتظاهرين يعني في سبيل بس نريد تتغير هالوضعية هاي اللي عندنا. كافي نقول لهم كافي، تعبنا، نريد مستقبل الأطفال لهالشباب هاي. زين الناس تعبانة، الناس تعبت، ما تشوفوهم، ما تطلعون، شنو سويتوا؟ بلطوا لكم شارع، سويتوا مستشفى، سويتوا مدرسة. جميع المبادرات تثبت للعالم أن الشباب العراقي متحدون لا تفرقهم كل شعارات الطائفية التي فرضت عليهم. مبادرة حلوة، يعني احنا كلتنا الشعب توحد هسه، الطلاب كلتنا نطلب اللي يوزع مي، كل من وشغلته، كل من يقدر يساعد باللي هو بيه. قلنا نجي نساعد احنا حتى في سبيل نزيح هاي الغيمة من بلدنا ونصير احسن واحسن، نثبت للعالم العربي انه الشاب العراقي ايد واحدة ويقدر يغير، ان شاء الله نغير. اليوم الشباب ما قصروا، شوف هاي المبادرة كلش حلوة، اخوانهم هنا معتصمين، هاي المبادرة حلوة. يقومون تحليقهم زيان، يعني كافي، وخدمات كلها متوفرة هنا، وإن شاء الله باقين لمدة شهر إحنا هنا معتصمين حتى تحقيق المطالب. هي تظاهرات تنادي بالخدمات وفرص العمل والعدالة والكرامة، ويجمع عليها كل الشعب العراقي، والمتظاهرين يمثلون أطياف الشعب العراقي كافة، صوتهم واحد وأهدافهم واحدة.